كيما تشوفوا صف طويل، هذا الكل على الفلوريست، معناها الحاجة اللي الناس ما صدقهاش. حصلوا مشيت أنا وصاحبتي باش ناخذ ورد كرو احنا، خاطر حبينا معناها كلي نشكروا روحنا شوية. وكلي تدي روحك ورد معناها باش تخلي حياتك رومانسية شوية، بحكم احنا عليها حياتنا معبية على خاطرنا مدواي بس كما تعرفوا سجفان قويبل ديما هكاك حياتنا معبية. حبيت نصور لكم الفازة كيف يعمل في البوكي، خاطر بالحق عجبتني على محلها، والبوكي في الاخر بش اطلع محلها هدو تشوفو. That's it. كملنا خذينا البوكي وطبعا احنا في التاكسي، خاطرنا ماشيين دوبيت باش نمشيو للبحر، باش حتى نعمل تصاور غادي نلقاو احسن بلاصة برجلي هي البحر. But look into the lake shimmering like smoke rises the نفسي على الاخر، فخاطر محلي تهدي روحك وارد هاك مستنى حتى واحد يهدي كل وارد، تهدي روحك وارد تخلي حياتك معناها فيها شوية رومانسية، تخرج على الاقل حتى مرة معناها في الجمعة تعمل حاجة اكتيفيتي غير الاكتيفيتي اللي تعمل فيهم كل يوم. بالحق معناها تخلي حتى قلبك يزيد يحن ويزيد يكون اصفى وترتاح نفسيا. That's the end of the video. جيست حبيت نقولكم بالمرأة هذه معناها تنجم تكون لكم سيديا باش حتى تخرجوا انتم مزيدا وتعملوا اكتيفيتي اور لي اكتيفيتي تعملوا فيهم كل يوم، اكتيفيتي اللي تخليك ترتاح نفسيا تبدل لك حياتك شوية.